عليه وبركاته. اصدقائي الاعزاء سمحوا لي تعطلت عليكم اليوم في التحركات ديال حكيم زياش لانه كان في نفس الوقت مع الوداد البيضاوي. سبقت الملخص على التحركات لان الملخص شويه سهل مقارنه مع التحركات. المهم الاصدقاء ديالي كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بالتحركات ديال حكيم زياش بعد مده طويله. اول مره كيلعب مباراه رسميه وكيخرج في الدقيقه 76. على العموم شويه بشويه تشوفوا حكيم زياش رجع للمستوى المعهود ديالو. المهم اهم حاجه عندي هو كنتمنى الفيديو يكون ينال الاعجاب ديالكم. كنتمنى تعطوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. ما تبخلوش علينا بلايك لان اللايك ديالكم مهم بالنسبه لي. اصدقاء ديالي الناس اللي ما مشتركينش في القناه كنتمنى يشاركوا ويفعلوا الزر ديال الجرس باش دائما ان شاء الله يا ربي توصلوا بالجديد ديال القناه ديالنا. اخوان ديالي ما بقى لي الا نقول لكم ان شاء الله ويا فراسكم بزاف وكنتمنى ان شاء الله نشوفوا في شي فيديو محسن من هذا. كيف العاده كان معكم اخوكم انوار من قناه انوار برو. السلام عليكم.